السلام عليكم المتتبعين، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير هانيين. كنتمنى تكونوا على خير وبخير وبصحه جيده يا ربي. اليوم شاركت معكم الفطور ديالي، كنتمنى الفطور المتواضع ديالي، كنتمنى ينال الاعجاب ديالكم. وانا غادي نشارك معكم الفطور ديالي، وغادي اللي كانت كنكون جالسين في الدار، كنفطروا في الدار، كنفطروا مع العائله، وقلت علاش لا ما نشاركش الفطور ديالي معكم. وصحتكم الفطور، واخا انه ما غاديش ينزل في الساعه ديال الفطور، ما عرفش نقدر نزلو في الصباح، نقدر على حسب الوقت. وكنتمنى ينال الاعجاب ديالكم، وانا غادي نفطر جالسه ما خداماش، وان شاء الله كنتمنى ينال الاعجاب ديالكم هذا الفلوغ اللي غيكون خفيف. انا دائما كندير فلوغ خفيف واخا كيكونوا فيه 8 دقائق عندي خفيف. وكنتمنى ينال الاعجاب ديالكم، وهادشي ما كاين. الفطور ضروري واساسي، الانسان ما خصوش الفطور يستغنى عليه. تقدري تستغني على شي وجبه مثلا، تستغني على الغداء ولا هادي، ولكن الفطور راه خصو يكون ضروري ضروري الفطور الانسان يفطر. انا بصراحه كنفطر، كيعجبني نفطر الفطور في الصباح، كيعجبني ندير العصير ونفطر، يعني يكون فطور متكامل، يكون بصراحه فيه كل شيء. من الغداء حتى هو كان المهم كنطيبو، حنا المغاربه ضروري كنديرو شي حاجه. الغداء ضروري، الغداء عندنا حتى هو ضروري، ولكن انا ما بصراحه ما كان الغداء ما كان هنا في عندنا في اوروبا، يعني ماشي بحال المغرب. المغرب كنتغداو في 12 ولا في الوحده كاع، الانسان كيصلي الظهر كيتغدى ديريكتومون. هنايا لا، هنايا حنا الوحده عاد كنفطروا تقريبا، الاغلب الناس 12 ل 11 ونص 12 عاد كيفطروا. واخا كينوضوا في الصباح حتى كيديو وليداتهم المدرسه، الناس اللي ما خدامينش طبعا كيديو وليداتهم المدرسه ويرجعوا عاد كيفطروا. هادشي علاش الغداء دائما هنا عندنا في اوروبا كنتغداو معطلين وما كنتعشاوش. صراحه هنا العشاء ما كاينش، كاين غير الغداء، كاين يعني جوج الوجبات. نشاركش معكم الصباح ديالي والفطور ديالي، وبحكم ان خالتي جات عندي فطرات معايا اليوم، حتى هي عيانه ما خداماش وجات فطرات معايا. ايوا بصحتكم حتى نتوما الفطور، وبقاو مع النهار كامل ديالي ومع الفطور ديالي. وهادشي ما كاين، غادي نشارك معكم النهار ديالي الفطور ديالي. هنايا جاني هاد الزيتون من المغرب، جبتو لي خالتي كانت في المغرب، جبتو لي درت له الزيت البلديه، ودرت له واحد دريسات ديال الثومه. قوليها لهم انت باش هما كيسمعوك. اليوم مع خالتي راها مريضه، قالت لي كلهم يدعوا معايا راني مريضه. مريضه مسكينه، واخا دار التست ما الحمد لله ما خرجاش عندها كورونا، ولكن مريضه مدقدقه، وكنحلقها كيحرقها، كنحلقها كيحرقها، كان صحتها دقدقه سخانه، يعني كانوا الاعراض ديال الفيروس، ولكن هي راها دايره الفاكسا ديالها راها دارتها، وهكاك سبحان الله مسكينه بقى عيانه وداك الشيء، ولكن ماشي دارتها دابا، دارتها قبل ما تعود المغرب. وهكاك دابا ضربها الريح، ضربها البرد، كتعرفوا ملي كنضربوا الفاكسا راه كتبقى المناعه شويه قليله، كتبقى المناعه ديال بنادم ضعيفه. وهذا الشيء مسكينه بقى عيانه شويه. ايوا دعيو معها، الله يشافي جميع المرضى يا ربي، وجميع مرضى الفيروس وغير الفيروس. راه كاين الامراض اللي هي امراض قاتله سبحان الله، ولكن الانسان هاد الفيروس هذا خوف الناس كاملين. واخا كاين الله يستر الكونسير، كاين السيدا، كاين بزاف ديال الامراض اللي هما كيقضيو على 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 بنادم كيقتلو. كاين امراض اللي هي كتقتل، كيف كتجي كتقتل بنادم، ولكن هاد الفيروس هذا غطى على دوك الامراض. ولو انه ما كيقتلش الناس كاملين، ولكن كوميم غطى على 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 دوك الامراض اللي هي امراض سبحان الله قويه، غطى عليها الفيروس. الله يجعل ربي يحفظ جميع الامه الاسلاميه كامله، ربي يحفظها. بغينا سيري ماما عند بابا كيفطر. سيري سيري قلتي في الكرسي حدا باك باش تفطري، سيري حبيبه. وهادشي ما كاين، وبصحتكم حتى نتوما الفطور. المهم هادشي اللي عطى الله انا شاركته معكم اليوم ان شاء الله. وهذا هو الفطور ديالي، كنتمنى ينال الاعجاب ديالكم. بصراحه انا ما كنشربش لافوكا بزاف، العصير ديال الافوكا بزاف، لانه ضروري كنديروا فيه الحليب، وانا باقا كنحافظ شويه على الحميه ديال مرض الصدفيه، ما كنبغيش نعيق نشرب الحليب بزاف.
الا شربتهم واحد مره في الشهر ولا عادي سي بون. الحق باش كنشربو دائما؟ لا، لانني انا مره كنشرب القهوه وضروري كندير فيها واحد شويه الحليب، لهذا ما كنبغيش نشرب العصائر يكون فيهم الحليب بزاف. وهذا هو فطوري، كنتمنى ينال الاعجاب ديالكم وكنتمنى ان شاء الله شفاء العاجل لجميع مرضى الصدفيه وغير مرضى الصدفيه، جميع الامراض يا ربي اللي عنده شي مرض الله يشافيه. وكيف كتشوفوا هذا هو الفطور ديالي، ومن بعد ما سالينا فطور خرجنا ضربنا دويره، ولكن بغيت نفيلمي معكم، ولكن كان بلاصه فين مشينا كانوا فيها المجازات بزاف وهذاك الشيء وكانوا الناس بزاف، يعني ما قدرتش نفيلمي معكم. وحتى في المجازات كاين اللي دابا الناس ولاو اليوتيوبرز بزاف كيصوروا هذاك الشيء، الناس مالي المحلات الاغلب ما كبقوش كيبغيو، كيقول لك لا ما تفيلميش، واحد شي ما كاين. من بعد مشينا تغدينا عند واحد تركي، عنده الماكله، عنده صراحه كيدير غير ساندويشات الكفته، ما عنده حتى شي حاجه اخرى، ولكن هذيك الساندويشات كيحمقوا ما شاء الله عليه. وهذا هو الفلوق ديالي، وغادي نخليكم مع ملي مشينا عند مشينا ناكلو، حتى فيلميتكم غير شويه وفي الشارع شويه. كنتمنى ينال الاعجاب. السلام عليكم البنات، هيا غادي نوريكم لما حنا خرجنا مشينا وراجلي. المهم مشينا، الزحام بزاف وكاين شويه الشمس، ما كنقدرش نفيلمي على حقاش كاينه الحراره، شويه الحراره. ايوا كنتمنى يجي تكون الصوره واضحه. خرجنا باش نشوفوا الا كاين شي، صراحه كيديروا كيكونوا الحاجات زوينين. خالتي ما كتاكلش الصلاه، عند واحد التركي صراحه، صراحه كيدير الكفته بحال البلاد كتهمق صراحه والله العظيم. كنمشيو مره ناكلو عندو شي حاجه زوينه، كتحسي بالكفته ديالهم زاله ما شاء الله.